المستوى اللي لعب فيه الهلال في مباراه الذهاب فيها الثقه في مباراه الاياب؟ هو اكيد بكل صراحه دائما طريقه لعبنا يعني ما تتغير، دائما يعني نحاول ان نمسك الملعب او ان نبادر في الهجوم، فاكيد ما راح يتغير علينا شيء ان شاء الله. الجو هنا بارد جدا، كيف ممكن يأثر عليكم في المباراه؟ الجو بارد حتى برضه في الرياض يعني، والاجواء عندنا الان بارده، لكن زي ما تعرف يعني جينا قبل المباراه بوقت، واعتقد ان شاء الله ان من هنا الى المباراه نكون متعودين وداخلين المباراه. في 2014 خسر فريق ويسترن سيدني، كيف ممكن يكون هذا عام محفز للفريق انه ينتصر في مباراه 2014؟ اكيد ما اخفيك كانت خيبه امل كبيره يعني، ما ابغى اتكلم على العوامل الخارجيه، لكن من بعد المباراه كان عندنا عزم كبير ان احنا نرجع ونحصل على البطوله. حاولنا في كذا مره، ممكن الحظ ما كان معنا، المره هذه ان شاء الله ان بنحاول بكل ما اوتينا من قوه ان شاء الله ان نحصل على البطوله.